السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مزارع البيح في مصر بإدارة أستاذ خالد منصور ومحمد عبد القادر وأنا ربيع المالكي. نحن هنا في وادي النطرون نصور أرض تقنين 45 فدان عليهم للدولة 62,000 على 7 سنوات، معمول لها ملف واقف على الدفع، اول عقد ان شاء الله يطلع باسم الراجل المشتري. دول 45 فدان طاقة شمسية، فيهم بيرين، اول بير ده طاقة شمسية والبير الثاني هناك جاهز لطاقة تانية يعني، او ان شاء الله الكهرباء قريبة من هنا. يقرب من اسفلت 9 كيلو مدك ترابي. حضراتكم ارض في مكان مشهور، أرض كانت زرعة محاصيل فيها 4 فدادين مزروعتين أسباني، دي طاقة شمسية 10 كيلو، طبعا 45 فدان ما تقدرش اللي هي 10 كيلو، محتاجة طاقة أكبر وفيها برين مية. تربة حمراء زي ما حضراتكم شايفين، فيها بيتين، بيت ريفي، دي الأرض تربة بيضاء، أرض فاضية تربة حمراء هي مصلحة بالكرار، دي والجار اللي جنبينا ده زرع طماطم وكتلوب. دي أولنا أول جار، وده على الطريق الرئيسي واخده وجه حوالي 400 متر على الطريق الرئيسي. ده جارنا زرعنا هنا طماطم، وده جارنا هنا بينه وبين خط الجفرين زارع زيتون، والجار الثاني هناك زرع برا محاصيل. ده البيت اللي هناك ده تبعنا، بيت بزريبة صغيرة للمواشي، وهنا بيت ريفي برضو جنب طاقة شمسية. 45 فدان، قطعة واحدة، كف واحد، تربة جيدة، تربة حمراء، تقنين لهم لف، لهم لجنة على 62,000 على 7 سنوات، برضه سعرها رخيص. من 8-9 كيلو مدك ترابي يشمل متأكده ماشي، المزارع كلها هنا في أمن الدولة في مكان مشهور. الأرض كان زرع محاصيل، أرض تعطيه زي ما قلنا لحضراتكم سعر كويس. دي التربة المصلحة بالجرار،
شبكة ري. البتين ده لما زارين في الصورة طاقة الشمسية دي تبعنا على متج رئيسي متر وجه، ودي طريق في وسط الأرض 45 فدان قطعة واحدة. مزارين هنا طبعا دين برشومي، جنب على اليمين ده، وجنب الشمال مزروع سمسم. بتكلم هنا في السعر حضراتكم 110 الفدان ان شاء الله قابل التفاوض. السلام عليكم.